سؤال جاءنا هنا من إخواننا جزاهم الله خيرا المتابعين لنا عن بعد. امرأة أسلمت فابتعد عنها أهلها، كيف تتزوج وليس لها ولي؟ يا عبد الله، ولو كان أهلها من حولها فليسوا لها بأولياء. إذا فرق الإسلام بينهما ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا أسلمت المرأة ولم يكن لها من عصبتها وأقاربها وأوليائها أحد من المسلمين، انتقلت ولايتها إلى جماعة المسلمين، فيزوجها القاضي المسلم ويقوم مقامه إمام المركز الإسلامي الموجود في المحلة التي تقطن فيها، أو من أسلمت على يديه، أو من تختاره من المسلمين وليا لها. الحمد لله، الأمر في ذلك واسع. إذا جاءت إلى المركز الإسلامي دبر لها أمرها وأبرم لها عقد زواجها إن شاء الله. ومقدما نقول لها وله بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير إن شاء الله.